افتح يا سمسم، شنو هذا السواد عزيزي؟ السلام عليكم، وياكم هيثم. شوفوا هنا اكو دهن، طبعا قبل سنه بدلت البلكات، هسه قامت تخربط علي، قلت يلا استحق انا ابدلهن، لكن لقينا مفاجاه، هذا مليان دهن الخانه. فلاحظ هنا شلون غرقان وغاطس غطاس الاخ، شوفه ماكو اي ملامح، اللي بصفه زين على الاقل مبين، هذا هم مبين، لكن ذاك وضعيته حيل خربانه. نبدأ نطلع بلكات، نلاحظ كليتين عليها دهن مغطسات كامل، فهذاك الأول، الثاني اللي جي نطقه وراها نشغل الماطور. ما يحتاج تظلي فر هالقد. بعدها نجي نسحبه، لاحظ هذا عليه سواد، السواد حرق مو زين، يعني بلك يحتاج تبديل. الاصفر او البرتقالي هذا زنجار طبيعي، او تغير لون السيراميك مو مهم. هذا اكثر واحد هو عليه دهن، لاحظ شلون صاير. يبقى بس الاخير نشوفه، نفس الكلام نطقه نسحبه، هذا هو، هذا زين. هذني كليتين شنو سببهن؟ سببهن واشر قبق الفات اللي هو بيه هذني البراغي 4 من جوا، من الجوانب ماكو براغي، ماكو فوق اهم 4، وبالنص اكو 3، هذا 1 2 3، كليتين قياس 10، كليتين نفس الطول. اكو صوندات 2 نوخرهن، هاي صوندة تول في التبخير، واكو صوندة على اليمنى نعوفها فد شوية نوخرها. نجي هنا بالدريل طقطقهن، هنا نجي نرفع قبق الولفات، كل البراغي شلناهن ما بي شيء، واللاستيك مالته هم يبسان، فيعني ما راح يسوي لنا مشاكل. الصوندة نوخرها هذيك من اليمنى، صوندة البريذ ان او اللي رايحة على الدكشن البارد. نجي نباوع هنا، طبعا هنا اكو سواد حيل قوي، اكو مكانات هم بالكامشفتات شوية صاير عليهن اثار تآكل. هنا ممكن نسوي فيديوهات على فلاش بحيث ننظف الماكينة، لو اي لو لا يعني، بس يعني هي على الاغلب يحتاج لها اكثر من مره تنظيف. فهسه احنا نجيها من باوع هنا على القبق، نشلع الواشر، لاحظ شلون صاير مخشب، يطلع كقطعه قطع، ما يعني متقطم، لكن يطلع كقطعه واحده، تنظيف بسيط هيجي من عين العالم. هاي سيارتي حتى لا تقولون انت هذا ما تنظف زين. هنا نجيب الواشر الجديد نقعده بمكانه، يقعد حصر هو، يصير بيه سمك مناسب، ما يحتاج اي سيليكون. اوكي، هنا انا لاحظ شلون جاي اعامله معاملة الصمون، نزله بمكانه، نتأكد انه احنا راح ننزله صحيح. فهنا ما جاي ينزل، نوخر الصوندة نزل، ننطيه شوية دفعة هيجي. اوكي، معناها الوضعية تمام. هسه نجي نرجع البراغي، اول شي البراغي اللي بالنص نشدهن. هاي هنا ما ادري وين راح ايش دا اسوي، عارف الشغل. فالبراغي اللي بالبدايه لاحظ انه هنا انا بالدريل على كيفي، ما جاي ادوسه قوي، اوكي، بحيث حتى جاي اخليه هو يفتر. وهسه نجي على السريع يمنى يسرى فوق جوا ما ادري شنو، نخلص كل البراغي. وهذا كان كل اللي عندي، وشكرا، في مال الله.